بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 72 من الكتاب الرابع، كتاب الوضوء. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، يعني إذا وقعت النجاسة في السمن، إن كان جامدا تزال النجاسة وما حولها ويبقى الباقي يستعمل. يبقى إذا كان السمن جامد ووقعت فيه نجاسة، فنلقي منها الجزء الذي يلاصق موقع النجاسة بالنجاسة، والباقي طاهر لأنها لم تتشربه. أما إن كان مائعا يعني سائلا تنجس كله فلا يستعمل، فلا يستعمل للآدمي، ولكن قد يستعمل الحيوان، نخليه طعام للحيوان فلا نستعمله للآدميين. أما إذا وقعت النجاسة في الماء فمذهبان عند المسلمين، العبرة بالتغير بغض النظر عن حجم الماء. ذهب إلى ذلك المالكية ومن وافقهم، قالوا إذا وقعت النجاسة في الماء طالما لم تغير صفة من صفاته يظل على طهوريته قليلا كان أو كثيرا. وهذا القول فيه نوع من البشاعة. ليه بقى؟ لأن افرض بول إنسان منقطع الرائحة وقع في كوز قليل في كوب من الماء، على هذا المذهب ممكن تتوضب، وهذا مستفشع يعني لا يتصور. كوب من الماء حط عليه كوب بول منقطع الرائحة لا يغيره، بقى كوبين أتوضى بيهم، يعني مستفشع يعني من حيث العمل الإنسان يستفشع هذا القول. فهمت إزاي؟ وبالتالي، ولكن على أي حال ذهب إلى ذلك المالكية وكذلك الشافعية في القديم، أن الماء إذا كان لامسته نجاسة فلم تغير صفة من صفاته، وهي الصفات اللون والطعم والرائحة، فلم تغير صفة من صفاته يظل على طهوريته، ولا عبرة بحجمه، العبرة بالتغير. ولقول النبي الماء طهور لا ينجسه شيء، في حديث كده رسول قال كده، الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني طالما لا ينجس شيء ما لم يتغير يعني. الشافعية خدوا بحديث القلتين بعد كده وقالوا أنه إذا كان الماء كثير ووقعت فيه نجاسة لم تغير صفة من صفاته يتحملها وتستهلك فيه ويظل على طهوريته، وإن كان قليل لا يتحمل فيتنجس ولو لم تتغير صفة من صفاته. وحد القلة والكسرة ايه؟ قالوا قلتين. والقلتين حدهم قد ايه؟ حوالي 197 لتر، يعني قول 200 لتر، يبقى عندك انت خزان 200 لتر فوق العمارة، وقع فيه فار ميت وبينزل المية من الخزان ده في حنفيات الناس تتوضى بيه، يبقى وضوءهم صحيح. ليه؟ لانه ده ماء كثير. يبقى ما تحطش خزان فوق العماره اقل من 200 لتر عشان هتعمل مشكله. لو وقع فيه فأر مثلا فمات فيه هيبقى الناس تتوضا بماء متنجس. فده هيفيدك لما ايه؟ تستعمل خزانات مياه تستعملها تكون فوق القلتين. الاحناف ذهبوا الى قالوا ان الماء الكثير لا يتنجس والقليل يتنجس. وحد الكثرة والقلة عند الأحناف قالوا إذا حركته من جانب تحرك من الجانب الآخر يبقى قليل،
إن حركته من جانب لم يتحرك في الجانب الآخر يبقى كثير. فالعبرة بالحركة. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. طب افرض الماء القليل تنجس بوقوع النجاسة فيه حتى ولو لم يتغير صفاته، كيف تطهره؟ أطهره بالإكثار، بالإكثار، أقب عليه مية لحد ما يبلغ الكلتين ويزيد، يوم يكتر خلاص يبقى تستعمله. يعني عندي خزان الماء بتاعي فيه 20 لتر، قليل 20 لتر، وقع فيها فقر وانا عندي الماء قليل، يوم يجي المية بتاعتي الكبيرة التانية اروح كببها على 20 لتر، اخليها 220 طهر الكل، يبقى يطهر ايه؟ بالاكثار. يعني تحط. طب ولو كان الماء الكثير تغير فتنجس بالتغير، ازاي يطهره؟ اضعه في ماء اكثر منه حتى يزول التغير. يعني مش شرط ان انا اريقه وارميه، ممكن ان انا افضل اكتر عليه ميه لحد ما يزول اثر التغير، زي ماء البحر لا يغيره شيء لكثرته، وماء النهر لا يغيره شيء لكثرته. فهمت بقى؟ يبقى ممكن تطهير الماء المتنجس ازاي؟ بالاكثار. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. ده مذهب الزهري، هو يشبه مذهب المالكية، محدش كمية. قال العبرة بالتغير، طالما لم يتغير خلاص. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. الطائر مات ميتة نجس، خدنا ريشه عملناها هواية. مش بياخدوا ريش الطيور يعملوها هواية يهووا بيه؟ طيب الريش ده طاهر بقى ولا نجس؟ عند الشافعية نجس، وعند غير الشافعية كالأحناف قالوا طاهر، لأنه لا تحله الحياة، وكذا المالكية. طب وقعت الريش في الماء لا ينفصل منها شيء، نجاسة جامدة لا ينفصل منها شيء، يبقى الماء مش هيتحل، مش هيلحق يتأثر بيها حتى لو قلنا بنجاسته، فلا ينفصل منه شيء لأنه لا يتشربه في الماء. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل. ناب الفيل ده هل طاهر ولا نجس؟ ناب الفيل، الفيل غير مأكول، يعني حتى لو زكيناه برضو ميتة، ميتة. طيب ده عظامه اللي هي الناب، العاج، نسميه احنا العاج في التجارة، يقولوا العاج، قراءة تجارة العاج، اللي هو ايه؟ ما صنع من ناب الفيل. هذا الناب بقى طاهر ولا نجس؟ نجس عند الشافعي، وعند الاحناف طاهر لانه لا تحل الحياه، يبقى على مذهب الاحناف يجوز التجاره في العاج، ويجوز استعمال مشط من العاج، ويجوز استعمال وعاء من العاج تحط فيه مسك، تحط فيه اي شيء، يجوز تستعمل العاج. الشافعيه يقول لك لا استعملوش، يبقى الشافعي ما يستعملوش والحنفي يستعمل. كويس. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، يعني يعملوا مشط من العاج ويدهنون فيها، يعني يعمل وعاء يحط فيه زيت أو مسك ويستعمل منه، لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم الونخعي: ولا بأس بتجارة العاج. يبقى دليل أنه ليس نجس عندهم، لأن لا يجوز بيع النجس، دليل أن عند محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي العاج ليس بنجس،
وهو مذهب الأحناف. وعنه به قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح الحديث 36 بعد 200، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها. يبقى ده كان سمن جامد. ألقوها وما حولها معناه ده سمن جامد. فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وعنه به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها اللي هي خالته وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن قال حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. وعنه به قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم. كل كلم يعني كل جرح، يبقى كلم بمعنى جرح وزنا ومعنى. كل كلم يكلمه يعني يجرحه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما. يعني يبقى إيه يبعث يوم القيامة جرح اللي جرح في سبيل الله بينزف دم. اللون لون الدم والعرف عرف المسك، يعني الرائحة يبقى لونه لون دم لكن رائحته رائحة المسك. طب وجايب ليه الحديث الإمام البخاري الحديث ده هنا؟ يعني عايز يقول لك إن إيه؟ إن إذا تغيرت الصفة تغير الحكم. إذا تغيرت الصفة تغير الحكم. ففي الدنيا كان دم ورائحته كريهة ونجس، لما تغيرت رائحته في الآخرة صار على صفة أخرى فتغير حكمه فصار طاهرا. فبيميز لك يعني يقول لك وكذلك الماء الطهور إذا تغيرت صفته تغير حكمه. فهمت بقى ازاي؟ يجي لي ان يدي لك ايه هذا الملمح، يعني ان تغير الصفة يؤدي الى تغير الحكم. كالمسك، المسك عبارة عن دم الظبية، الظبية الدم نجس، يجتمع دم الظبية في الغدة معينة عندها خلف الاذن وقيل في الرقبة، وبعدين يقعد فيها فترة يتمسك يبقى مسك. فبعدما كان دم نجس تغيرت صفته فصار مسك طاهر. فهمت؟ يسمى التغير بالاستحالة، يعني تحول التغير بالاستحالة. كالخمر إذا استحالت إلى خل طهرت، إذا تحولت الخمر إلى خل طهرت بالاستحالة بالتحول. وعلى شكله يقول لك إن الماء طهور إذا تغير صفة من صفاته استحال إلى حالة أخرى فيأخذ صفة جديدة. فهم؟ يبقى كأن مذهب الإمام البخاري كمذهب المالكية اللي ملوش دخل بالقلة والكسر. العبرة بتغير الصفة، تغيرت الصفة تغير الحكم، لم تتغير الصفة الحكم دائم عليه طاهر طهور. فهمت بقى؟ باب البول في الماء الدائم. الدائم اللي هو غير المتحرك، يعني الراكد، الماء الدائم اللي هو الماء الراكد. وعنه به قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لأنه طالما الماء لا يجري ويجي يبول فيه ويجي يغتسل في نفس الموضع يبقى كأنه بيغتسل بإيه؟
بماء متنجس في موضعه، فما ينفعش كده. يبقى لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، بغض النظر عن كثرة او قلة، لكن معنى كده ان البول في الماء المتحرك ما يضرش من حيث الطهارة. ليه؟ لان هتيجي جارية تغير الجارية الاولانية، طيار يعني. وان كان البول في الماء سواء راكد او جاري غير مشروع. غير مشروع يعني ايه؟ يعني درجة حكمه في غير المشروعية تختلف. اذا كان الماء جاري يبقى خلاف الاولى، جاري وكثير زي نهر النيل كده، ماء جاري وكثير، البول فيه خلاف الاولى. كويس. طب ماء جاري وقليل يبقى مكروه. طب ماء راكد وقليل يبقى حرام، لانك هتزيل ايه؟ طهوريته. طب ماء راكد وكثير يبقى مكروه كراهة اشد من الماء الجاري القليل. ليه؟ لان مع كثرة توالي البول فيه سوف يتغير فتزول ايه؟ ماليته. ولما ثبت من حيث الدراسات الطبية ان الماء في نهر النيل يؤدي الى تكاثر البلهارسيا واستكمال دورة حياتها التي تنهش بعد ذلك اجساد المرضى، فثبتت ضرره في الماء الكثير، فتحول من البول في الماء الكثير انه من خلاف الاولى الى الحرمة. لماذا؟ لأنه ينبني عليه الضرر وثبت الضرر. يبقى كانوا زمان الفقهاء يقولوا البول في من نهر النيل خلاف الاولى، وعلماء اليومين دول بعد الدراسات العلميه واثبات البلهارسيا اللي بتنهش اجساد المصريين بقالها من ايام الفراعنه لحد دلوقتي بسبب البول والتبرز على حافه نهر النيل، ثبت الضرر، يبقى حرام. يبقى البول في نهر النيل حرام، حكمه حرام صريح كده مريح. ليه؟ قبل كده خلاف الاولى، يقول ده ماء كثير وجاري هيطهر نفسه، ايوه، لكن ما كانش الناس تعرف ان هينبني على هذا ضرر وهو استكمال دورة البلهارسي، لان عشان تدور دورة البلهارسي تكمل لابد ان البويضات الموجودة في بول المريض او في برازه ان تذهب الى القواقع الموجودة على حافة النهر عشان تكمل دورتها، ثم بعد ذلك تتحول الى سركاريا تقوم ايه؟ تخترق الجلد اللي بيستحم في النيل بعد ذلك فتكمل الدورة. فهمت؟ يبقى الحكم الفقهي للمسألة الواحدة يختلف باختلاف سعة العلم وما يطرأ على ايه العلماء من أدلة جديدة. فما ينفعش الحكم القديم نسحبه يبدأ كده للأبد، لا، كلما ازددنا علما تغيرت الأحكام. عشان كده الإمام الشافعي لما جاء مصر ازداد علم، غير مذهبه في أكثر من 26 مسألة وعمل المذهب الجديد. ليه؟ ازداد علما، اتضح له احاديث لم تروى الا عن طريق المصريين، واتضح له واقع جديد لم يعيشه قبل ذلك، فغير مذهبه. يبقى الفقيه يغير مذهبه بتغير المعلومات الصادرة عنده وتغير الواقع. يجي لك العيال اللي مش فاهمه يقول لك ايه ده، هو الفقيه كان من 20 سنة بيقول كذا وبعد 20 سنة بيقول كذا، ده عالم سلطة بيغير رأيه. دول مش فاهم، بل بالعكس، ده الفقيه لابد يغير رأيه إذا اتضح له دليل جديد، ولو لم يغير رأيه يبقى جاهل. اللي يثبت على رأيه مع تغير الأحوال وزيادة العلوم الطارئة عليه يبقى إنسان جاهل متعصب. علشان تشوف بس اللوثة اللي بتخلي الناس تسيء الحكم على حكامها وعلمائها. يبقى احنا نقول البول في الماء، اما تيجي تقرا في الكتب القديمه يقول لك البول في الماء الراكد الكثير مكروه، وفي الماء الجاري خلاف الاولى او مباح، بعضهم يقول لك مباح كمان. نيجي دلوقتي نقول لهم لا، مش موافقينكم يا اجدادنا، لا ده حرام. طب ليه يا اولادنا بتقولوا كده؟ لان ثبت الضرر، ثبت ان في امراض بتطرا بسبب هذا الفعل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الضرر يزال. يقوم جدك اللي كان بيقول مباح يقول لك عندك حق يا حرام، ما تعملش كده. ليه؟ لان اتضح له دليل جديد.
فهمت بقى المسألة؟ باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما، يعني لو واحد وقعت نجاسة على ثوبه وهو بيصلي، عليه أن يطرح هذا الجزء من الثوب ويستمر في صلاته لا تقطعه. يعني افرض انت عليك شال كده حطه على كتفك وقاعد بتصلي، فوقعت نجاسة على هذا الشال وانت في الصلاة، تعمل ايه؟ ارمي بس، اطرحه على الارض وكمل صلاتك، صلاتك صحيحة لا تقطع صلاتك. كويس. اذا القي على ظهر المصلي قذر او جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر اذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه، يعني ايه؟ يعني رأى في ثوبه دم، ما كانش شايفه قبل ما يبتدي الصلاة، فلما صلى اتضح له ان في حته فيها دم في ثوبه، فيعمل ايه؟ ما يقطعش صلاته ولا يخرج منه، يرميه بس، يطرحه، يطرح هذا الجزء من الثوب. معاك منديل انت نفيت فيه، فكنت عارف انك انت لما بتنف بينزل فيه بعض الدم مع المخاط، وشلته في جيبك وناسي، وجيت صليت الله اكبر، فاثناء الصلاه افتكرت ان المنديل في جيبك وفي اثر ايه؟ دم. عليك تعمل ايه؟ تروح مطلعه ورميه كمل صلاته. فهمت؟ وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. طبعا فيها تفاصيل في المذاهب كتيرة، يعني الشافعية يقسموها تقسيمات كبيرة. الشافعية يقول لك لو دم نفسه مهما كثر معفو عنه، ولو دم غيره لا يعفى عنه إلا في القليل جدا، لو دم من غيره، لكن دم نفسه بسبب جرحه يعفى عنه ولو كثر. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، جنابة يعني إيه؟ يعني مني. احنا قلنا بيطلقوا الجنابة، المني يسموه جنابة لأنه موجب للغسل، خروجه موجب للغسل. إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، يبقى إطلاق الجنابة على المني من المجاز. ويجي ابن تيمية ومن تبعه يقول لك ما فيش مجاز في القرآن والسنة، يبقى دول كأنهم لم يقرأوا أو قرأوا ولم يفهموا. يبقى لم يقرأوا وقرأوا ولم يفهموا، ملهاش حل تاني. إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم، يعني صلى اجتهد في حتة وقال القبلة للجهة دي وراح مصلي الجهة دي، وبعد ما خلص صلاة اتضح له ان القبلة في الجهة التانية، يعيد الصلاة ولا ما يصعدش؟ فهمت؟ او صلى واتضح بعد ما خلص صلاة لا ان في اثر مني في ثوبه او اثر جنابة في ثوبه او وجد دم في ثوبه، يعيد الصلاة ولا ما يعيدش؟ فهمت؟ صلى وتيمم لانه فقد الماء ثم وجد الماء بعدما انتهى من صلاته، هل يعيد الصلاة ولا لا يعيد؟ كل دي مسائل في الفقه. فهمت؟ مذاهب قالت ما يعيدش طالما صلى على حال وانتهى من صلاته، لا يعيد على اي حال، خلاص انقضت، لان العبرة عند تلبسه بالصلاة انه اجتهد وخلاص، وان الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. وفي مذاهب تانية قالوا إذا كانت الوقت متسع يدرك أن يصلي صلاة جديدة يصلي، لو كان الوقت مضيق وفات يبقى انقضت على الصحة. فاهم؟ والبعض زي الشافعية قال لك يعيد على كل حال، متسع ولا مش متسع، يصلي ازاي بثوب نجس؟ يعيد، عندناش دلع احنا، هيعيد هيعيد، ضاق الوقت لم يضق، اتسع لم يتسع، ملناش دعوة، تعيد لإدراك الصحة. يبقى إيه؟ في وجهات نظر تختلف الإيه؟ العلماء في هذه المسائل. وإن كان الإمام المزني خالف الشافعي في المسألة بالرغم إن هو من رواة المذهب وتلميذه، وقال لا يعيد إذا أداها صحيحة في لحظتها، إن كانت صحيحة في لحظتها لا يطرأ عليها البطلان بعدها طالما انقضت على الصحة في لحظتها، وبالتالي ليس عليه الإعادة. فهمت؟
يعني فيها مناقشات كتيرة في كتب الفقه، ايه المقارنة لما تقارن لك المذاهب يعني. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. يبقى ده ماشيين على المذهب إيه؟ إنما طالما انقضت الصلاة فهي على الصحة ولا ينسحب عليها البطلان لطروق حالة أخرى بعدها. واضح؟ فمعلوش الإعادة. وعن أبي قال: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. عبد الله هنا المطلق ده مين؟ عبد الله بن مسعود. إذا أطلق عبد الله في طبقة الصحابة يبقى مين؟ يبقى عبد الله بن مسعود. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حا. قال: وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت. يبقى كان النبي لسه في مكة في إيه؟ في بداية الإسلام قبل الهجرة. كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. سلى الجزور، الجزور اللي هي إيه؟ المجزور يعني المذبوح. جزور يعني إيه؟ مجزور يعني مذبوح. والسلى اللي هو إيه؟ لما تذبح ناقة جمل وكان في بطنه حامل، يبقى الجنين اللي في بطنه ده حواليه غلاف، غشاء كده، غشاء محيط بهذا الجنين. الغشاء المحيط بالجنين ده مع المشيمة يسموه سلى الجزور. يبقى سلى الجزور هو الغشاء المحيط بالجنين في بطن المذبوح. أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم، اللي هو عقبة بن معيط ده أشقى القوم، فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم. نظر هنا يعني إيه؟ يعني انتظر، مش نظر بعينه، انتظر. فنظر يعني انتظر. فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا. عبد الله بن مسعود لسه مستضعف، شايف المنظر ده ما قدرش يدافع عن النبي لأنه مستضعف. وأنا أنظر لا أغير شيئا، لو كان لي منعة، لو كان عندي منعة يعني قوة في قومي كنت أنا غيرت. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض. الكفار بقى المجموع اللي قاعدين يتفرجوا بقوا بيضحكوا ويترموا على بعض من الضحك. يحيل بقى يعني ايه؟ يعني يترموا على بعض كده من الضحك، فرحانين قوي من المنظر. يحيل بعضهم على بعض يعني يميلوا بعضهم على بعض من شدة الضحك والسرور يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. استدل الإمام البخاري من الحتة دي إيه؟ إن الرسول لم يقطع صلاته بوقوع النجاسة عليه واستمر في صلاته، فلو كان وقوع النجاسة على الثوب يقطع الصلاة لقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يروق هذا الاستدلال عند كثير من الفقهاء، قالوا ربما كان الحكم متغير، هذا في أول الإسلام ثم تغير بعد ذلك، وربما كانت صلاة نافلة فالنبي قطعها وظل على حاله لم يرفع حتى لا يلوث الأرض فتقع النجاسة على أرض الحرم وقطعت صلاته، وربما كانت فريضة فأعادها بعد ذلك. كل هذا لا يدل على عدم قطع الصلاة. فهم؟ يعني بيناقشوا إيه الإمام البخاري في استنباطه. فضل النبي على هذه الحالة لحد ما جت ستنا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عمرها حوالي 5 سنوات في الحادثة دي أو 6 سنوات بالأكثر، كانت لسه طفلة صغيرة. حتى جاءته فاطمة عليه السلام فطرحت عن ظهره فرفع رأسه
يبقى اول ما اتشال من على ظهره واطمأن انه لا يلوث المكان، النبي رفع ظهره صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات. يقصد بقريش هنا ايه؟ كفرها يعني. اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم اذ دعا عليهم، خافوا، لان عارفين ان الدعاء في هذا المكان مستجاب من اي انسان، فما بالك لو خرج من فم النبي وهم يعني يعتقدوا فيه الصدق والامانه. فخافوا اول ما سابوا النبي بيدعي عليهم، خافوا لعلمهم بان الدعاء مستجاب في هذا المكان من اي انسان يدعو، فما بالك من مثل هذا النبي. فخافوا بقى، كشوا اول ما سمعوا دعوه النبي عليه. فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى، وبعدين النبي سمى بقى مين اللي يقصدهم من قريش، اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. وعد السابع فلم يحفظه. يبدو أنه هو بقى الوليد بن الوليد. فلم يحفظه، قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. يبقى استجابت دعوة النبي، بس استجابت دعوة النبي بعدها بقد ايه؟ ب10 سنين. يبقى الانسان لما يجي يدعو وربنا ما استجابش بعد شهر، ما يقولش ربنا ما استجابليش. دعوة النبي اهو دعا عليهم، استجابها ربنا امتى؟ بعدها ب10 سنين. يبقى انت بتستعجل ليه بقى في الدعاء؟ إذا كان لما سيدنا موسى دعا قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ربنا قال له قد أجيبت دعوتكما. وهلك فرعون بعد كلمة أجيبت دعوتكما 50 سنة، بعدها ب50 سنة أغرق فرعون وقومه. شوف قال له أجيبت وظهر الإجابة إمتى؟ بعدها ب50 سنة. وانت جاهل بالتعامل مع ربك، تدعي ربك شهر واتنين تقول انا دعوت ولم يستجب لي. الصبر جميل، اعرف طالما دعوت استجاب الله، لكن توقيت ظهور الإجابة اتركه لربك هو الذي يظهره. باب البزاقي والمخاطي ونحوه في الثوب. البزاق ما يخرج من الفم، والمخاط ما يخرج من الأنف. يبقى عندنا بزاق ومخاط. وفي كمان نخامة، والنخامة ما تخرج من الحلق. يقول لك تنخمها وبعدين يروح اللي خارج ده يسموه ايه؟ نخامة. نخامة. يبقى عندنا ايه؟ نخامة ما يخرج من الحلق، يعني بعد التنخم. شوف اللفظ نفسه بيوصف الحال، تنخم يبقى اسمها نخامه، خد تخرج من الحلق. فهمت؟ يبقى عندنا بزاق ما يخرج من مقدم الفم، والنخامه من الحلق من اسفل من خلف الفم، وعندنا ايه؟ المخاط ما يخرج من الانف. سميه انت البلغم بقى، سميه زي ما تسميه. والمخاط بنسميه احنا برابير اللي يخرج من الفم، المصريين العوام اللغة العامية بتاع المصريين اللي بيخرج من الأنف يسموه ايه؟ برابير. تعرفها كده، عشان لما يقول لك ايه امسح بربورك تعرف على طول يعني امسح مخاطك. باب البزاق، أصل اللغة مهمة نتعلمها يا جماعة، لأن اللغة دي هي دي الواسطة التفاهم بين الناس، ما فيهاش ضحك. يعني حتى لما نيجي نتكلم الكلمة العامية دي مهمة عشان ازاي أفهم الناس. عارف البلاغة ايه هي؟ انك تختار اللفظ الذي يفهمه الناس، هي دي البلاغة. البلاغة الخطيب مش يقولك كلام متقعر كده الناس كلها تبقى معجبة بيه لكن مش فاهمة حاجة، دايما مش بليغ. البليغ هو اللي يكلم الناس بلفظ يفهموه، هي دي البلاغة، لان البلاغة جاية من البلاغة. فاذا استطاع ان يبلغ المعنى فوصل للناس ففهموه يبقى بليغ. وعشان كده لا بأس ان الخطيب اثناء خطبة الجمعة يقول كلمتين ثلاثة عمين، لا بأس. ليه؟ لأنه يريد البلاغ حتى لا يلتبس الفهم على الناس. فهمت؟ قال البزاق والمخاط ونحوه في الثوب.
اهو ده مستقذرات طاهرة، هذه اسمها ايه؟ مستقذرات طاهرة. قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية، زمن حديبية ساعة صلح الحديبية، دي مكان قريب من مكة، بئر اسمه حديبية، مكان قريب من مكة. نزله النبي في العام السادس من الهجرة لما أراد أن يعتمر، فمنعته قريش، فعمل الصلح، صلح الحديبية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. يعني دليل أنه كان يتبرك بكل ما يخرج من النبي، حتى إن سهيل بن عمرو لما شاف المنظر ده قال: إيه ده؟ ده أنا ما شفتش ملك من الملوك أتباعه بيحبوه بالطريقة دي، واخد بالك؟ يعني تعجب من هذا، دليل على أن الصحابة تتبرك بكل أثر يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن يبقى لا يعرف مستقذر من نبي، يبقى النبي لا يخرج منه مستقذر. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم، يعني بزق في ثوبه وهو بيصلي، دليل ان ايه ده؟ لا يقطع الصلاة ولا يؤثر على صحتها بوجود المستقذر في الثوب. طب هو ده مستقذر؟ احنا لسه بنقول البزاق في النبي مش مستقذر. لا، هو مستقذر بالنسبة للنبي لكن مش بالنسبة لينا، فهمت؟ قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن ابي مريم. قال: اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. هل يجوز الوضوء بمائع طاهر؟ أي مائع طاهر، أي سائل طاهر كده يجوز أتوضأ بيه؟ فهمت ازاي؟ دي المسألة. أبي حنيفة أجاز الوضوء بالنبيذ، يعني منقوع التمر ما لم يتغير الماء تغير كبير، يعني لو عندك مية حطت فيها تمر ولسه ما تغيرش فيها طعمها خالص، يعني يدوب تغير خفيف طفيف في الطعم، عند أبي حنيفة يتوضى بالمية دي وما تتيممش. فهمت ازاي؟ وعند غيري يقول لك لا تيمم، لأن دي صارت، لأن تصير ماء طهور، لا طاهر غير مطهر. فالمائع الذي تغيرت صفة من صفاته، يعني إذا الماء تغير صفة من صفاته صار مائعا، والتغير إن كان بطاهر يبقى إيه؟ يغير طهوريته، يبقى طاهر غير مطهر. زي كوباية شاي، أنت جبت الشاي مية حطيت عليها شاي غير لونها، الشاي ده طاهر، ما أنا بشربه، لكن ينفع أتوضأ بيه؟ لا، ما ينفعش أتوضأ بيه. ليه؟ لأنه طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، ولا يجوز إزالة النجاسة بالطاهر غير المطهر، وإن كان الأحناف يجيزون إزالة النجاسة بأي مائع طاهر، بأي مائع إيه؟ طاهر. يعني فيها مسائل، يعني لا يجوز الوضوء بالنبيذ، النبيذ اللي هو إيه؟ يعني منقوع التمر أو الزبيب يسموه النبيذ، ولا المسكر لأن المسكر نجس. وكرهه الحسن اللي هو مين؟ البصري، وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. وعن أبي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام، حرام شربه وحرام وما يحرم شربه ايه ومسكر، يبقى اجتمعت فيه الحرمة والنجاسة لأنه خبيث. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العلي: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. أبو العلي كان عنده زي حمرة كده أو غرغرينة في رجله، فيقول لهم أما أولاده يوضوه
امسحوا على القدم القديمة الايه المريضة عشان يكمل وضوءه يعني. وعن أبي قال حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم دخلت حلقات المغفر في وجنته الشريفة وكان الدم يخرج منه بغزارة نزيف. بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء. الترس ده عبارة عن إيه؟ درع كده من جلد كبير. كان يملأ سيدنا علي مية وستنا فاطمة تغسل الدم من وجه أبيها في إيه؟ في أحد. كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه عشان توقف النزف يعني. باب السواك. وقال ابن عباس بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. والسواك هي الآلة التي ينظف بها الأسنان، وأفضل السواك ما كان من عود الأراك، وفرشاة الأسنان تحل محله الآن وإن كانت لا تؤدي جميع وظائفه، لأن السواك بيخرج منه عصارة بتقوي اللثة وبتحاول تحسن الهضم وبتحسن أشياء كثيرة في صحة الإنسان. السواك. وقال ابن عباس بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. استنى يعني ايه؟ نظف أسنانه يعني. استنى يبقى نظف أسنانه. وعن أبي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده ويقول أع أع، دليل أنه كان بيدخل السواك لداخل فمه جوه خالص. الإنسان لما يدخل السواك الداخل خالص أدراسه الداخلية خالص ويجري على طرف لسانه يوم ساعات يعمل أع كده، ده دليل المبالغة في التسوك. يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع يعني يتقيأ. وعن أبي قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يبقى السواك يستعمل عند الاستيقاظ من النوم وقبل الوضوء وقبل قراءة القرآن وقبل الصلاة وعند تغير الفم بعد طول صمت أو طول صيام أو بعد طعام. دي إيه أوقات استعمال السواك. باب دفع السواك إلى الأكبر. لو أنت هتقسم أسوكة بقى وتوزعها للناس وعندك كبار وصغيرين قاعدين، ابتدي بالكبار الأول. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر يعني ابتدي بالكبار، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. باب فضل من بات على الوضوء. يعني أفضل حاجة أنك تختم عملك في الليل قبل النوم بالوضوء وتنام على الوضوء. فإذا توضأت للنوم وخرج منك ريح أو بولتة فهذا لا ينقض وضوء النوم. مش معناه إيه كل ما تبول بقى تتوضى تاني، هتقعد طول الليل بقى تتوضى وأنت مش هتنام إن شاء الله. يبقى ما هو الوضوء الذي لا ينتقض بالبول والغائط والريح؟ كان سؤال يسألونا في الشفوي مشايخنا زمان أيام ما كان بقى المشايخ مشايخ، يقول لك ايه هو الوضوء الذي لا ينتقد بالبول والغائط؟ تقول له وضوء قبل النوم. يعني اذا توضأت للنوم فمش محتاج انك انت تعيده تاني لو خرج منك ريح. يعني توضيت ودخلت تنام تخرج منك ريح ما تقومش بقى تاني تتوضأ، كمل نومك بقى خلاص. فهمت؟ باب فضل من بات على الوضوء. وعن أبي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله
اللي هو هنا عبد الله مين ابن المبارك، مش كل ما تلاقي لي عبد الله في اي موقع بقى تقول لي عبد الله ابن مسعود، ها؟ يبقى ده عبد الله ابن المبارك، لان ده في طبقه مشايخ البخاري، لسه ما وصلناش لطبقه الصحابه. قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاه ثم اضجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك. وفوضت امري بمعنى اسلمت برضه، وسلمت وانقضت وتوكلت ووثقت، ففيها كل هذا المعنى. وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك، يعني اعتمدت عليك رغبة ورهبة اليك، يعني رجاء وخوفا. فالرغبة فيها الرجاء والرهبة فيها الخوف. رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به يبقى ده دعاء قبل النوم. وثوابه ايه من بات على الوضوء قال الدعاء ده؟ يموت على الفطره، يعني يموت على الاسلام، تبقى حسن الخاتمه. لو جم يصحوك لقوك ميت يعني يباركوك، يقولوا مبروك، مش يزعلوا، يقولوا مبروك الحمد لله مات على خير. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، بيرددها على النبي عشان يحفظها، يعني ده البراء. فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك الذي يقول ونبيك الذي ارسلت، فقال ايه ورسولك الذي ارسلت؟ قال لا ونبيك الذي ارسلت، لان هناك فرق بين الرسول والنبي، فرق دقيق، ان هناك رسل ليسوا انبياء كجبريل، الملائكه رسل وليسوا انبياء، جعل من الملائكه ايه رسلا. فالرسل قد يكون هناك رسول بغير نبوة، لكن هنا ما يقول ونبيك نبوته سبقت رسالته، ففيها معنى مهم يغير. وعلشان كده قال له ايه قول ونبيك الذي ارسل، عشان يثبت النبوة اولا، كنت نبيا وادم مجلل في طينته، ثم ارسله الله بعد ذلك للناس، وبالتالي يبدأ بنبيك الذي ارسلت، يبقى كده اولى. بعض العلماء استدل من هذا الحديث بعدم جواز الرواية بالمعنى، على اعتبار أن الرسول والنبي مترادفان، وهو قال بالمعنى فالنبي لم يقره، فاستدل بعض من لم يجز الرواية بالمعنى بهذا الحديث. ولكن الحقيقة أن هي هنا المعنى غير مطابق، احنا قلنا من أجاز الرواية بالمعنى قال لابد أن يأتي بمرادف مطابق، وهنا لما قال رسولك مش مطابق للنبوة، لأن قد يفترقان، يبقى في رسول غير نبي زي الملائكة، لكن في البشر كل رسول النبي تجتمع الرسالة والنبوة، ده في البشر في بني آدم إنما في الملائكة رسالة دون نبوة. والله تعالى أعلى وأعلم. ونبدأ في كتاب الغسل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.